في إطار حملة الصفر الموعدي التي أعطى الانطلاق ديالها السيد وزير الصحة، ينظم المركز الاستشفائي الإقليمي بالخميسات حملة طبية في الجراحة العامة بمشاركة أطباء أخصائيين في الجراحة بالقطاع العام والقطاع الخاص، وسيستفيد منها حوالي 100 شخص، بحيث تم انتقاء هؤلاء المستفيدين عبر استشارات طبية أولية، بحيث أجريت لجميع المستفيدين فحوصات طبية أولية و فحوصات بيولوجيه وفحوصات بجهاز الايكوغرافي، كما تمت فحص من طرف الطبيب المختص في الانعاش والتخدير. وبالموازاه مع هذه الحمله تقام حمله في الاستشارات الطبيه الخاصه بامراض الجلد وامراض القلب والشرايين وامراض العظام والمفاصل. وستقام حملة طبية جراحية في جراحة الجلالة، وحملة أخرى في جراحة أمراض العظام والمفاصل في الأسبوعين المقبلين بإذن الله.